في الطريق إلى مسجان، إحدى الجزر الصغيرة في المياه الإقليمية الكويتية. إنها جزيرة لا يكاد طولها يتعدى الكيلومتر، وتبدو وكأنها تلتصق بجزيرة فيلتش المعروفة. هنا في هذه الجزيرة في مسجان عاشت عائلة إبراهيم بوراشد مدة تزيد على نصف قرن، وبصحبة شباب خفر السواحل انتقلنا إلى هناك. يرافقنا من عاش هناك العمر كله، حمد إبراهيم بوراشد وأخوه خليفة إبراهيم بوراشد. عيال بوراشد معروفين في الكويت ومعروفين عند الكويتيين، ومعروفين ارتباط اسمهم بالنسبة لجزيرة مسجان، علشان احنا يم الحضرة الحين، وعلشان انتوا اشتهرتوا بسالفة الحضور. ابي اتكلم الحين عن الحضرة اللي ورانا. اولا قلت لي هذه مو حضرة واحدة، اكثر من واحدة، وبعدين ابي تاريخ وجود الحضرة هني، مدة التغيير مالتها، وبدي حنتكلم عن السمك وغيره. الحضرة مدتها 7 أشهر. بعد 7 أشهر تغيرها؟ بعد 7 أشهر أغيرها. والسمك أيام القيض والصبور والزبيدي، السمك الحر زين، وأيام الشتاء الميد والشعب وما تبع السمك الصغار. في الشتاء تغير مكان الحضرة، تغير مكان غير مكان الصيف، غير مكان الصيف. بالشتاء يتغير، بالشتاء بالبر وبالصيف بالبحر. الحضرة في الشتاء تقرب على الساحل، تقرب على الساحل، وبالصيف تدش داخل. لو تكلمنا عن السمك، واحنا جايين بالطريق كنا نسولف عن السالفة، على ان الايام هذه ما في ولا سدس ايام زمان. السدس الاول ماكو، كان اول سمك وايد. هالحضور اللي احنا قبالها هذه نطلع منها يومية ما يقل من 200 كيلو 300 كيلو. هذا الكلام قبل 30 سنة. ومن مدة الحين 3 سنين نطلع من الحضرة 12 كيلوات. كتبت مسعود زوجة ديكسون المعتمد البريطاني لدى الكويت في أواخر الثلاثينات عن رحلتها لجزيرة مسجان وإقامتها عند عائلة بوراشد. كان وصفها للجزيرة في ذلك الوقت يوحي للقارئ بأن مسجان جنة صغيرة تختال في الربيع بثوب مطرز بالورد وبألوان ريش الطيور. 1939، تاريخ طويل مكتوب في جزيرة مسجان. هذا مكان السراي، هذا مكان السراي، هذا مكان السراي. كان السراي أبو فتيلة، هذا الغاز، وهذا لدى المغرب الشبه ونعلقة. هو هذا، هو هذا هو. وتسحبونه بحبل لفوق، نسحبه بحبل لفوق مثل العلم، مثل العلم. ولدى صفنا الزلمة أيام القيض شاه الشبة تطول تيجي لما الصبح. أيام الشتاء نزل مرتين 3 مرات، أنا الشتاء الليل طويل صحيح، وأمطار، وهذا النزلة وهذا